عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب؟ كيف حالكم بنات؟ اليوم رجعنا لكم بمقطع جديد. اليوم معاي عمار، واليوم بنسوي تحدي اللهجة السودانية. عمار بيسألني لهجات كلمة. أنا بشرح لكم، بعطيكم كلمة، بعطيه هو كلمة ويحاول يعرف المعنى من الكلمة. أيوة كلمة سودانية وأنا بحاول أعرف المعنى. بنشوف مين بجيب كم نقطة. والكلمة هي بتجيكم هنا. أوكي. براي. براي. براي يعني إيش؟ براي. فقرة. حطها لك في الجملة. أيوة. أنا مشيت السوق براي. أنا مشيت السوق براي. لوحدك؟ أيوة كفو. أحد ده. الكلمة الثانية. الكلمة الثانية هي داير. يعني شنو؟ داير. داير. حطها في الجملة. تعرفها بسرعة. أوكي. داير. داير تاكل شنو؟ انت داير تاكل شنو؟ عايز صح. الكلمة الثالثة هي يعني غتاية. 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 خطأ. صح؟ أيوة. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسون قناتي في الديسكريبشن تحت. قناة عمار، اللينك بتاع قناة عمار تحت في الديسكريبشن. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب والمفضلة. ولا أنسى ريد دعم يا أخي، أنا مبتدئ في القناة. دعمونا، ادعمونا، لازم تدعمونا.